الوطن المصري هو أيضا يقترح قضية أخرى، يقترح عرضها في حلقات قادمة، يقترح الاهتمام بظاهرة التسول وطرح هذه المشكلة من خلال شاشة همزة وصلة. معي تعليق آخر من عصام كريكة يقول: يجب علينا أن نوفر لذوي الإعاقة كل ما نستطيع فعله، فنحن عرضة لذلك وهم أكثر جهة تحتاج إلى الدعم. أحمد عزي يقول: هذا ما ننتظر من الحكومة المصرية بعد 25 من يناير والثلاثين من يونيو، أن تدعم هذه الفئة بل وتزيد من نسبة تعيينهم في الحكومة المصرية لتصبح أكثر من 5%. عز عبد الجليل بدر الدين تقول: ما يحزن القلب فعلا هو تجاهل الدولة لهذه الفئات الخاصة منذ فترة طويلة، عندما خرج تشريع يمثلهم وينص على تشغيل نسبة 5% من المعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة قامت الدنيا ولم تقعد، ولم ينفذ هذا القانون أو التشريع حتى الآن. كما رأينا مشاهدينا، واستطلعنا معكم بعض الآراء والمشاركات، الكل يحث الحكومة المصرية ووجه لها نداء سريع بضرورة الاهتمام والنظر إلى هذه الفئة وضرورة مساعدتها لتصبح شريكا أكبر في المجتمع المصري. عودة الآن إلى زميل أحمد وتلقي أول جولة من المكالمات الهاتفية. شكرا لك إيمان الشيخ، تواصلوا معنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي في انتظار مزيد من تعليقاتكم بالطبع لعرضها على مدى هذه الحلقة. إذن دعوني أنتقل إلى الشق الخاص بالتواصل عبر الهاتف مع عدد من المعنيين بقضية هذه الحلقة، وينضم إلينا الآن الأستاذة مها صباحي الصحفية بالمجلس القومي للإعاقة، الأستاذ يحيى السيد الناشط في مجال المعاقين، الأستاذ أحمد مراد وهو ناشط في مجال ذوي الإعاقة. إذن أبدأ بحديثي مع الأستاذة مها صباحي وهي صحفية متخصصة في شؤون الإعاقة بالمجلس القومي لذوي الإعاقة. أستاذة مها، أبدأ معك من حيث التطور الأخير الذي شهده محيط نقابة الصحفيين يوم السبت الماضي من خلال تظاهرات لعدد من ذوي الإعاقة المطالبة بحل المجلس القومي لذوي الإعاقة. إذن أين تكمن المشكلة في تكوين هذا المجلس ودوره؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا عليكم السلام. هو بس كنت حابة بس يبقى في توضيح بسيط، هو أنا فعلا متخصص، يعني صحفية متخصصة في ملف الإعاقة من أكثر من 3 سنوات، لكن مش موجودة في المجلس القومي لشؤون الإعاقة. تمام. هو زي ما حضرتك بتتكلم، هو كان في فعلا وقفة أول امبارح أمام نقابة الصحفيين، ودي كان سبقها عدة وقفات ومطالبات بحل المجلس القومي لشؤون الإعاقة وإقالة الأمين العام حسام المساح. هو يعني كان نظمها عدد من نشطاء الإعاقة في المحافظات، ومنهم حتى ناس بينتسبوا وينتموا للمجلس القومي لشؤون الإعاقة كأعضاء لجان للمحافظات. تمام. كانوا بيطالبوا بإقالة الأمين العام وإعادة تشكيل المجلس القومي، إعادة تشكيل مجلس الإدارة، خاصة ان هم بيروا انه التشكيل من الاول ما كانش معبر عن يعني او ما كانش ممثل ليهم بالشكل الجيد، وكانوا بيطمحوا في تشكيل اكثر، تشكيل مجلس اداره يعني اكثر كفاءه من الناس اللي هي بتمثل مجلس اداره دلوقتي. طبعا فيهم كفاءات كتير وناس ليها مجال، يعني ناس ليها نشاط كبير في مجال الاعاقه، ولكن هم كانوا حابين يكون التشكيل اكثر قربا. يعني بدات يعني تطورت الازمه شويه قبل وقفه يوم السبت دي. كان في مؤتمر معمول المجلس بيقيمه يوم الاربعاء في نقابه الصحفيين بحضور السيد عمرو موسى وعدد من الاحزاب. كان دعا لي دكتور حسام المساح امين عام المجلس القومي لشؤون الاعاقه علشان يبقى في نوع من انواع التوافق على الناس الممثلين من ذوي الاعاقه للاحزاب، وترشيح هؤلاء يعني بعض المرشحين من ذوي الاعاقه للاحزاب السياسيه. هو المشكله ان ده اثار ردود افعال غاضبه شويه في وسط ذوي الاعاقه، لان دور المجلس يعني مش ان هو الامين العام يتدخل في فرض اسماء بعينها او حتى ترشيح اسماء بعينها للاحزاب السياسيه. دور المجلس مختلف تماما، اختصاصات مختلفه تماما عن ما يمارسه حسام المساح منذ ان تولى امانه عام المجلس من 5 شهور الى الان، من مارس الماضي. هو يعني قلب دور المجلس لانه بقى دور سياسي يتدخل فيه
اولا يعني بدا القصه كلها الدور السياسي اللي هو مش عارف يعني بيحاول يقحم المجلس فيه بانه قابل المرشحين الرئاسيين وقت ان كانوا بداوا حملاتهم الانتخابيه، وده حتى لو كان قابل اكثر من مرشح مش مرشح واحد او المرشحين الرئيسيين اللي كانوا موجودين، ولكن ده مش دور المجلس خاصه ان انت على راس هيئه حكوميه. ده اول حاجه. ثاني حاجه بدا بعد كده الفتره اللي فاتت حوالي الشهرين اللي فاتوا لفه مع ذوي الاعاقه على الاحزاب السياسيه، برضو مش دورك لان انت اختصاصاتك مختلفه تماما عن كده، اختصاصاتك معنيه بقضايا الاعاقه وانت مش واسع عن ذوي الاعاقه. حتى تداول الناس النشطاء من ذوي الاعاقه وكثير من ذوي الاعاقه يعني اراهم على الفيسبوك وعلى مواقع التواصل الاجتماعي وجروبات هي مختصه او جروبات هي معموله لذوي الاعاقه منشاه لهم بالاساس يعني، كانوا بيقولوا يعني المجلس بقى واصي علينا، حسين المفتاح نصب من نفسه واصي علينا، طلع بيانات من الائتلاف المصري لذوي الاعاقه ومن اتحاد شباب مسبير ولجنه الاعاقه في اتحاد شباب مسبير وكذا ائتلافات وحركات. يعني تقصدي يا استاذه مها ان دلوقتي ذوي الاعاقه زعلانين علشان حسوا ان في متاجره سياسيه بقضيتهم؟ اولا يا فندم انت تحويل قضيه الاعاقه من كونها قضيه مجتمعيه بالدرجه الاولى وبالاساس قضيه حقوق واجبات وقضيه مجتمعيه، تحويلها لانها تقحم في السياسه وتحويلها لقضيه سياسيه ده في منتهى الخطوره، ده بيعمل تراجع في قضيه الاعاقه. يعني شهدت قضيه الاعاقه منذ تولي المفتاح للاسف من 5 شهور اللي فاتوا تراجع شديد، يعني منذ تولي امانه المجلس ادى بان ذوي الاعاقه نفسهم في حاله قلق وخوف وغضب. انت دلوقتي بتخرج مننا من اطار انها قضيه مجتمعيه عايزين المجتمع كله يلتف حواليها، لانك بتدخلنا في قضيه سياسيه او بتسيس قضيه الاعاقه. طيب هل ده يا استاذه مها ممكن يكون راجع لان الفتره اللي فاتت يمكن ما كانش فيها استقرار سياسي في مصر شويه، يمكن كان الاحزاب المختلفه هي اللي موجوده في المشهد السياسي، ما كانش في حزب مثلا هو الاقوى هو المتزعم الحركه السياسيه عشان يلجا له الاستاذ حسام المساح؟ يعني هل كانت وجهه نظره ايه في اللجوء للاحزاب يعني؟ يا فندم هي المشكله ان اللجوء للاحزاب ووجوده وزياراته المتكرره والمتعدده للاحزاب بوجود اشخاص من ذوي الاعاقه سواء ممن يعملون في المجلس او من خارج المجلس علشان ترشيحهم على قوائم هذه الأحزاب أو علشان مفاوضات عشان يدخلوا هذه الأحزاب على القوائم بتاعتهم في الانتخابات، ده مش دور المجلس، ده مش دور المجلس. حضرتك دور المجلس فيما يتعلق بالمشاركة السياسية هو إنك تحاول بالتواصل مع اللجنة العليا للانتخابات، بالتواصل مع مسؤولين في الدولة وهيئة الأبناء التعليمية وكده، إنك تعمل ما يسمى بالإتاحة للمعاق. بمعنى إيه؟ بتعمل له اتاحه، احنا في حاجه الاتاحه هي انك تعمل له سهوله وصول، بمعنى ان الانتخابات بتبقى في المدارس زي ما حضرتك تعلم واللجان الانتخابيه، فبتعمل رمبات او بتعمل اللي بقى هي موجوده الصناديق مثلا او المواطن المعاق يقدر يروح يقترع ويدلي بصوته في الدور الارضي مثلا، بلاش يطلع سلالم علشان ما فيش اسانسير علشان ما فيش تسهيل الوصول. فانت دورك كله انك بتتيح للمواطن المعاق انه يشارك ويضرب صوته في العمليه الانتخابيه عشان يكون مؤثر، وليس ان انت تفرض اسماء بعينها او ان انت تتفاوض. يعني بتتفاوض على اي اساس؟ حضرتك بتتكلم على اي اساس ان انت ترشح ناس ولا ترشح ناس؟ للاسف الصفحه الرسميه للمجلس نزل فيها بيان من المجلس القومي لشؤون الاعاقه من فتره من حوالي 3 شهور ان احنا سنتلقى السير الذاتيه لذوي الاعاقه لترشيحهم للاحزاب السياسيه، ولن يلتفت، يعني بص حضرتك للجمله بقى، ولن يلتفت لتواصل اي مواطن من ذوي الاعاقه مع اي حزب سياسي بعيدا عن المجلس. هو دور المجلس ان هو يعمل يعني يعمل تفاوض او يرشح ناس من ذوي الاعاقه؟ طيب. يعني ازاي لا يلتفت؟ هل انت واصي؟ المشكله دلوقتي ردود الافعال الغاضبه اللي بين ذوي الاعاقه دلوقتي او حاله القلق من والتوتر اللي حاصله ببساطه شديده، لان انت دلوقتي بتعين من نفسك وتنصب من نفسك واصي على ذوي الاعاقه في مصر، ودي مش حقيقه. وصلت وجهة نظرك الأستاذة مها الصباحي الصحفية المتخصصة في شؤون الإعاقة بالمجلس القومي للإعاقة سابقا، ويمكن هي اتكلمت عن المشاكل اللي موجودة في المجلس القومي لذوي الإعاقة، وقالت أنه أن هذه المشاكل بدأت بالذات مع تولي الأستاذ حسام المساح رئاسة المجلس من خلال أنه قام بزيارات وجولات مختلفة للأحزاب السياسية، وده اللي أثار غضب
عدد كبير من ذوي الإعاقة وخلاهم يقوموا بمظاهرات قدام نقابة الصحفيين يوم السبت الماضي، لأنهم رفضوا المتاجرة السياسية بقضيتهم والابتعاد عن مشاكلهم الأساسية ودخول معترك السياسة بهذا الشكل المكثف والمركز اللي بيقوم به رئيس المجلس القومي لذوي الإعاقة. طبعا دي وجهة نظر الأستاذة مها الصباحي، لكن محتاجين طبعا نعرف وجهة نظر الأستاذ حسام المساح في الموضوع علشان نبقى عندنا وجهتين النظر. ممكن يكون هو عنده مبرر لده أو شايف أنه كان بيقوم بدور من أجل إدماج ذوي الإعاقة سياسيا في المجتمع من خلال إشراكهم في العملية الانتخابية المقبلة. طيب خلينا نروح لوجهة نظر تانية. أحمد عبد مراد الناشط في مجال ذوي الإعاقة. أستاذ أحمد، يعني من خلال المشاكل اللي ذكرتها لينا الأستاذة مها واللي أثيرت على السطح مؤخرا من خلال المظاهرة اللي عملها ذوي الإعاقة والمطالبة بحل المجلس القومي لذوي الإعاقة، برأيك يعني مدى استجابة الدولة لهذا المطلب والتكاتف المجتمعي إزاء هذه التظاهرة اللي قام بها ذوي الإعاقة مؤخرا للمطالبة بحل مشاكلهم؟ مساء الخير يا أستاذ أحمد. مساء النور. شكرا جدا حضرتك. دلوقتي إحنا كانت الوقفة كانت تتكلم عن الإعاقة في عيون الإعلام، إن كمان إن ذوي الإعاقة مش الإعلام مش مسلط عليهم الضوء. بالنسبة للدكتور حسام المساح الأمين عام للمجلس القومي لشؤون الإعاقة، هو بعد ما تولى يعني هو قال حسبوني بعد 6 شهور، حسبوني بعد 6 شهور. طبعا الست شهور انتهت واكثر من المدة انتهت، فما فيش اي تغيير ولا اي حاجة خالص قام بها، لدرجة ان هو فشل في ابسط القضايا. يعني هو المشكلة كلها انه بيدمج القضايا السياسية بقضايا ذوي الإعاقة، وده نوع يعني مشكلة خطيرة جدا بتواجه ذوي الإعاقة. الوقفة اللي كانت يوم السبت أمام نقابة الصحفيين كانت من مختلف ذوي الإعاقة بمختلف محافظات مصر، يعني مش قاصرة على القاهرة ولا لا، كانت بتتكلم على حاجة مهمة جدا، بتقول إن إحنا دلوقتي بنطالب بتفعيل نسبة 5%. طيب إحنا دلوقتي كل ما هنيجي نعمل وقفة هنطالب بنسبة تفعيل 5%، ده إحنا كده ممكن النسبة هتزيد هتوصل 10%. احنا كنا قبل كده ايام دكتور كمال الجنزوري ولما انشأ لنا المجلس، وانا عايز اقول ان انا كاحمد عبد كنت واحد من الناس اللي هو التقى بالدكتور كمال طيب الجنزوري. يعني استاذ احمد احنا عايزين نفهم اولا يعني ايه تفعيل نسبة 5%؟ يعني هي النسبة موجودة لكنها غير مفعلة، يعني مش مطبقة فعلا على ارض الواقع؟ لا هي بص هي لم تفعل في بعض المؤسسات المختلفة للدولة، المؤسسات السيادية والمؤسسات الصحفية القومية والتلفزيون المصري. يعني نسبة 5% بتفعل في أماكن ثانية بعيدة عن الأماكن السيادية. أنتوا بتطالبوا بتفعيلها في جميع جهات الدولة بما فيها الأماكن السيادية؟ بالضبط، بنطالب بتفعيل نسبة 5% في مختلف مؤسسات الدولة، ونتمنى كمان نتمنى إن النسبة تزيد، يعني عشان يحصل كل ذوي الإعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة يتم الحصول على حقهم في الحياة. يعني ده حق في الحياة، احنا مش بنطالب بترفيه، مش بنطالب بأي حاجة تانية زي أي دولة، احنا بنطالب أبسط حقوقنا في الحياة. أستاذ أحمد أنا بس كنت عايز أتأكد مقابلة الرئيس السيسي عشان يعرف إن هو اتكلم عن ذوي الاحتياجات الخاصة وقال لي لابد من استرداد حقوقهم المهدرة وتلبية مطالبهم وتكاتف أجهزة الدولة معهم مهما بلغت صعوبتها. المطالب دي أبسط الحقوق، هي حق في الحياة. إحنا المشروع القومي لقناة السويس الجديدة مشروع يعني إن شاء الله بإذن الله هيدر دخل كبير جدا على مصر، ولكن يا سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ما تنساش حق ذوي الاحتياجات الخاصة اللي انت اتكلمت عليهم في أكثر من مناسبة، وقلت لابد من استرداد حقوقهم المهدرة. طيب انتوا من خلال الوقفة اللي عملتوها يا أستاذ أحمد، أستاذ أحمد من خلال الوقفة اللي عملتوها يوم السبت عند نقابة الصحفيين، ايه المردود يعني او ردود الأفعال اللي جات لكم؟ مدى استجابة الدولة لمطالبكم؟ وأنا سمعت كمان إن في بعضكم مضرب عن الطعام، يمكن حضرتك من ضمن الناس المضربة عن الطعام في نقابة الصحفيين أعتقد، ولا الخبر ده مش صح؟ أنا فعلا أنا أضربت عن الطعام 47 يوم 47 يوم في نقابة الصحفيين، ومعتصم بقالي 3
ثلاث شهور، يمكن علقت الاعتصام بس من يومين من ساعة الوقفة اللي هي بتاعت النقاط الصحيين ديت. المشكلة بقى هي بدأت الهجوم، مش الهجوم يعني، عايز أقول بدأ دور حسام المفتاح يتراجع في مشكلة ذوي الإعاقة بإيه؟ بالمؤتمر الأخير اللي هو كان يوم 3/9/2014 كان يوم الأربع، اللي كان بيتكلم عن عنوانه شركاء في التغيير، هو بيدعي للأحزاب السياسية ودمج الأحزاب السياسية. طب معلش أنا آسف، يعني هو حضرتك مقاول أنفار جاي بتجيب الأحزاب علشان تعمل دعاية انتخابية ليك، ولا حضرتك أمين عام مجلس قوم الإعاقة بدرجة أو برتبة وزير لحل مشاكل ذوي الإعاقة؟ حضرتك المشكلة كمان هنا هو إن لا المؤتمر ده طيب هو بص يا أستاذ أحمد، بس يعني أنا بس عايز أنوه لأن دي طبعا وجهة نظرك، لأن إحنا ما سمعناش لغاية دلوقتي وجهة نظر الدكتور حسام المساح. فيعني بنتمنى لو يتواصل معنا، لو شايفنا دلوقتي ويتواصل معنا. أنا عندي طيب حتة مهمة جدا، حضرتك يا دكتور حسام الدين المساح أمين عام مجلس قوم الإعاقة جاي تعمل مؤتمر في نقابة صحفيين، جاي شايف واحد من متحدي الإعاقة، مش عايز أقول أنا، شايف واحد متحدي الإعاقة معتصم على سلالم النقابة بعد ما اتمنع من دخول النقابة حتى في وجود الأعضاء، وده غير قانوني، غير قانوني إن لو أنت معاك عضو من النقابة لابد إن أنت تدخل. طيب خلينا نتكلم عن المشاكل المعاقين يا أستاذ أحمد. طيب خلينا نتكلم عن مشاكل المعاقين، يعني بخلاف المجلس القومي عرفنا خلاص ان في مشكله فيه، انتوا حاسين ان في مشاكل مثلا في الاعلام مش بيفرض لكم مساحات مناسبه لعرض مشاكلكم زي ما طلبتوا في المظاهره الاخيره؟ المشاكل ما انا قلت لحضرتك هي ادماج المعاقين او تعيينهم في المؤسسات الصحفيه القوميه، يعني مثلا حضرتك انا دلوقتي اتفصلت من الاهرام بقى من شهر 3 لغايه دلوقتي، انا مشرد في الشارع ومعايا زميله معاقه ليا برضو، يعني انا كنت محرر صحفي متدرب في مجله نص الدنيا، وفي معايا زميله تانية اسمها رانيا طيب. صالحه دي كانت في الاهرام الاقتصادي. انا عايز اقول ايه، يعني لما جينا اتكلمنا مع الاستاذ صلاح عيسى واكثر من حد من مجلس اعلى الصحافه واكثر من جهه خطبنا احنا كافه الجهات، فشلت كل المساعي. انا مش عايز بس اتكلم النهارده على قضيه احمد عبد المراد اللي هي معظم الناس عارفاها، لا انا بتكلم دلوقتي على مشكله ذوي الاعاقه. مشكله ذوي الاعاقه ان الدكتور حسام الدين المساح احنا بنطالبه برفع يده عن المجلس القومي لشؤون الاعاقه، لان هو بدا بتشكيل المجلس القومي في الانتخابات البرلمانية القادمة، علشان هو عارف نفسه ان هو مش هيقعد في المجلس، فبالتالي هو وصلت وجهة نظرك الأستاذ أحمد عبد مراد صحفي من ذوي الإعاقة. أستاذ أحمد اتكلم بصراحة عن مشكلته ومشكلة ذوي الإعاقة وعن المظاهرة اللي حدثت يوم السبت الماضي، وطبعا تطرق إلى نفس الموضوع اللي كلمت فيه معانا الأستاذة مها الصباحي، وهي مشكلة المجلس القومي لشؤون الإعاقة، وإن هم شايفين أنه ما زال دوره قاصر عن علاج مشاكل المعاقين بالشكل الكافي أو اللي هم بيتمنوه، وأنه نحى جانبا مشاكل المعاقين واتجه إلى المخاطبة السياسية للأحزاب السياسية والتحضير للانتخابات المقبلة. هم مش عايزين ده، هم عايزين يركزوا على مشاكلهم هم، يكون ليهم صوت يوصل لكل المسؤولين في الدولة من خلال المجلس القومي للإعاقة كمعبر عنهم وممثل ليهم. طيب نروح للأستاذ يحيى السيد الناشط في مجال المعاقين. أستاذ يحيى، يعني المشاكل عندنا الخاصة بذوي الإعاقة، هل هي مشكلة بتتعلق بقصور الدولة في القيام بدورها في الاهتمام بذوي المعاقين، ولا هي ثقافة مجتمعية يعني موجودة في المجتمع كله من خلال عدم الاهتمام بغرس هذه الثقافة في الأطفال منذ الصغر؟ أولا أنا بحيي قناة نيل الأخبار وبحيي حضرتك. شكرا يا فندم. مشكلة المعاقين في مصر أصبحت مشكلة مزمنة. دي اول حاجه حضرتك ممكن نتكلم فيها. احنا بنتكلم في مشكله المعاقين حضرتك ذوي الاحتياجات الخاصه من فتره طويله جدا عشان يحلوا المشكله من جذورها. يعني احنا المشكله
متفاقمة جدا، واحنا بننبه دايما ان مشكلة المعاقين في مصر هي قنبلة موقوتة ممكن تنفجر في اي لحظة. والدليل على كده ان فعلا بدأت المعاقين تاخد خطوات يمكن فيها شيء من العنف شوية على انفسهم، ان في واحد معاق يعمل اضراب 47 يوم، الصحفيين المعاقين، يعني في مشكلة كبيرة حصلة. انا حضرتك بقالي دلوقتي 3 سنوات ونص بناشد المسؤولين في مصر وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، حلولنا مشكلة ذوي الاحتياجات الخاصة في مصر. حصل عندنا ثورتين ولم تحدث أي ثورة في فئة ذوي الاحتياجات الخاصة. فإحنا المفروض طبعا هم لحد الآن ما لهمش أي حقوق في أي حاجة، يعني إحنا خلينا نتكلم بصراحة ونسمي الأشياء بأسمائها الصحيحة. هل المعاقين من 60 سنة خدوا حقوقهم؟ ما فيش اي حاجه خدوها. احنا بنتكلم في مشروع، انا يعني انا بتكلم في مشروع لعلاج هذه المشكله المزمنه، مشروع يعتبر مشروع قومي. لو الدوله تبنت هذا المشروع هنفك الازمه بتاعت ذوي الاحتياجات الخاصه على مستوى جمهوريه مصر العربيه. هي نقله حضاريه حضرتك تنقل ذوي الاحتياجات الخاصه من الصفر الى القمه. احنا دوله عريقه، احنا دوله عريقه ومنظمه، المفروض مع الثورتين اللي فاتوا تنقلب الاوضاع تماما مع ذوي الاحتياجات الخاصه. ضيف على كده حضرتك الدستور المصري الاخير بينص صراحه على التزام الدوله بعلاج مشكله المعاقين من جذورها. لحد الان لم يفعل الدستور في هذا. عندنا مشروع قصر العزيمه حضرتك انا بتكلم فيه من 3 سنوات، فيه يعني حلول كبيره جدا جدا لذوي الاحتياجات الخاصه. عندنا ليهم تعليم الصناعات، عندنا ليهم تنميه بشريه، عندنا ليهم قناه تلفزيونيه، عندنا ليهم جريده، عندنا ليهم مستشفى للتاهيل والتكميل. كل الحاجات دي موجوده وموجوده على النت بقالها 3 سنوات حضرتك. الحاجات دي كلها مهمه جدا. احنا منتظرين يحصل ايه؟ هيعملوا احتجاجات على مستوى كبير جدا جدا وتتفاقم المشكله الاكبر من كده. طيب في مشاكل بتتعلق بالاطفال المعاقين يا استاذ يحيى وعبئهم المادي على ذويهم، يعني بنشوف بره في بعض الدول بتقدم دعم مادي لاسر هؤلاء الاطفال، يعني هل ممكن في مصر ده يبقى حل من المشكله، مثلا جزء من المشكله يبقى في دعم مالي لاسر الاطفال ذوي الاعاقه؟ خليني اقول لحضرتك انا لسه جاي من احتفاليه لذوي الاعاقه الذهنيه. جمعيه الرعايه المتكامله بتستقبل المجموعه الجديده للسنه الجديده. الاعاقه الذهنيه بمختلف انواعها حضرتك مخرجين طلبه في الابتدائيه والاعداديه وبيدوا لهم جوائز. الحاجات الصغيره دي بتساهم فعلا في الحل، لكن هي حلول متواضعه جدا بالنسبه للدوله. احنا عندنا وزارة التضامن، عندنا مجلس الوزراء، احنا عندنا الاسبوع اللي فات كان السيد محافظ القاهرة بيدي 50 موتوسيكل لذوي الاعاقة الاسبوع اللي قبل اللي فات. طيب انا اديت موتوسيكل هعمل بيه ايه؟ انا هروح واجي بيه، طب انا ما عنديش بنزين حتى احطه في الموتوسيكل عشان اتحرك بيه. حالة المعاقين حضرتك، في امهات معاقة واولادها معاقين، في جدة بترعى اولاد معاقين، في عندنا معاقين خدوا ميداليات على مستوى العالم ولا يعلم عن اي حد اي حاجه. طبعا ده موضوع خطير جدا جدا. طيب في بنت واخده 200 ميداليه على مستوى مصر وعلى مستوى العالم في السباحه، ما حدش يعرف عنها حاجه. طبعا كل المشاكل دي مش يعني هم اللي طلعوا عملهم ظهر عند الصحفيين دول، طلعوا من يعني خفاض بيهم. في حاجات كتيرة جدا جدا، المجلس القومي غير موجود نهائي على الساحة، اقحام المجلس القومي في الناحية السياسية. احنا بنحاول عموما نتواصل مع الدكتور حسام المساح امين عام المجلس القومي لذوي الاعاقة، لكن الحقيقة تليفونه مغلق لغاية دلوقتي، يا ريت لو يتواصل معانا علشان نعرف وجهة نظره باعتبار انه بيرأس وبيتولى مسؤولية المجلس المختص بشؤون ذوي الاعاقة في مصر. بشكرك الاستاذ يحيى السيد الناشط في مجال ذوي الاعاقة على هذه المشاركة. ومشاهدينا تعالوا ونروح للشارع المصري ونشوف رأي المواطنين في مشاكل ذوي الإعاقة في مصر من خلال هذا التقرير.
انا موافق واتمنى اساعد في المساعده لذوي الاعاقات الخاصه، ناس معاقين لازم نساعدهم يعني، ده شيء جميل طبعا يعني. لو الدوله اهتمت بيهم ده يبقى شيء جميل، ولو الناس القادره اهتمت بيهم ده شيء اجمل. طبعا دي حاجه كويسه جدا يعني، يا ريت الدوله تهتم بيهم يعني اهتمام اكتر من كده، لان المعاقين وجماعه ذوي الاحتياجات الخاصه دول محتاجين دعم كامل من الدوله ومن رجال اعمال ومن كل اي شخص في الدوله يعني. انا شايف ان هم فئه مهمه جدا من المجتمع، يمكن نسبتهم قليله بس هم زينا زيهم، ما خدوش حقهم في اللي فات، اتمنى ياخدوا حقهم في اللي جاي. اتمنى ان فعلا بدم انتخبنا رئيس للشعب وكله هم فئه من الشعب، وياخدوا حقهم وياخدوا حقهم في كل حاجه، في الاماكن، في الوظائف، في التعليم، في كل حاجه، يبقى زينا زيهم. يمكن منهم امكانيات، في ناس امكانياتهم ما توصلهمش ان هم يبقوا بالمثل، لكن على قد امكانياتهم ياخدوا ويوصلوا، بحيث ما يكونش في اي تفرقه ما بين فئات الشعب عموما يعني. اهلا بكم من جديد مشاهدينا، ما زلنا على تواصل معكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي. خلونا نشوف اخر التعليقات اللي وصلت لنا على الفيسبوك مع ايمان الشيخ. اتفضلي ايمان، ايه اللي عندك جديد من تعليقات المشاهدين؟ نعم احمد، الكثير من التعليقات وصلتني منذ بدايه الحلقه، ولكن يهمني كثيرا واسره البرنامج. انا ابدا باحد التعليقات التي جاءت الينا من ذوي الاحتياجات الخاصه، هو يتحدث عن نفسه ويوجه هذه الرسالة إلى المشير عبد الفتاح أو إلى السيد المشير عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. يقول فيها: أنا إنسان معاق وأبلغ من العمر 35 عاما ولا أعلم يعني ولا أعمل، وهل تعلمون سيادتكم كيف تكون الحالة النفسية لإنسان يبلغ من العمر 35 عاما وهو لا يعمل، خصوصا في هذه الأيام الصعبة؟ وهو يضيف أنه بحث مرارا وتكرارا عن عمل مناسب لحالته ولكنه لم يجد. وهو يضيف أن هذه الرسالة يبعثها إلى السيد الرئيس لأنه لديه بعض الأطروحات والمقترحات والأفكار يرى أنها ستكون مناسبة لمستقبل مصر، وهو طرح هذه الأفكار بالفعل مع السفيرة مهيبة خليل، السفيرة السابقة في اليونيسيف، والتي شجعته أن يحاول أن يوصل صوته إلى سيادة الرئيس، وهو يتمنى أن يحظى بشرف مقابلتي لطرح هذه الأفكار والمقترحات والأطروحات التي لديه، ويرى أنها ستفرق أو ستمثل فريقا كبيرا في مستقبل مصر وفي مستقبل ذوي الاحتياجات الخاصة. مشاهدين، أنتقل معكم إلى استكمال جزء من التعليقات السابقة. أبدأ بإسلام، يقول: إن ذوي الاحتياجات الخاصة هم مواطنون مصريون مثلهم مثل باقي المصريين، لابد أن يتم التشريع بهم وبأحوالهم وبأسرهم، لأن من حقهم علينا وعلى المجتمع أن يحظوا بحياة طبيعية، ويجب أيضا أن يتم دمجهم في جميع مرافق الدولة، لأن ليس من ذنبهم أن أصيبوا بهذه الإعاقة. إبراهيم شريف يقول: الفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة هي فئات من أو فئات تحتاج إلى دعم الدولة، فليس لهم من يقف بجانبهم إلا الله، ومن ثم الدولة المصرية أو الحكومة المصرية، فيجب أن نوفر لهم الوظائف والسكن. هو يرى أنهم غير قادرين على تحمل أعباء الحياة العادية التي أصبح الآن لا يطيقها أو يتحملها الإنسان العادي. الشاعر محمد ظريف يقول: لابد من الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة مع أخذ أفكارهم ومقترحاتهم حل مشاكلهم بشكل جدي، لأنهم أكثر الناس دراية بمشاكلهم، وبالفعل يمتلكون الكثير من الحلول ذات الجدوى الاجتماعية والاقتصادية الرائعة. أحمد فاروق يقول: أكثر فئة تحتاج إلى الدعم هم ذوي الاحتياجات الخاصة، ولابد أن تخرج أو تسن التشريعات والقوانين التي تدعمهم ماليا واجتماعيا في جميع المجالات. أنتقل إلى صديق البرنامج محمد العريشي، يحدثنا من الزقازيق، يقول: من الناحية الإنسانية وفي جميع الأديان السماوية ذوي الاحتياجات الخاصة لهم الأولويات في جميع مناحي الحياة، لذلك أنا أنتظر من الدولة المصرية وضع تشريع مالي مناسب لهم ولذويهم لإعانتهم في الحصول على حياة كريمة، لأن المسؤولون
أو لأن المسؤولين سيحاسبون عنهم يوم القيامة. مشاهدينا جولة أخرى من الاتصالات الهاتفية مع الزميل أحمد. إليك أحمد. شكرا لك إيمان شيخ، وشكرا للمشاهدين اللي بيتواصلوا معنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وبالفعل هنبدأ جولة تانية من التواصل عبر الهاتف مع عدد من المتخصصين بموضوع ذوي الإعاقة عشان نقف على حجم وأهمية المشكلة. معنا الأستاذ جمال الدين أحمد من جمعية الإرادة للفئات الخاصة، معنا كمان الأستاذ أيمن سعيد من المجلس القومي للإعاقة بالمنوفية، وأشرف شاهين الناشط في مجال الإعاقة. أسأل أولا الأستاذ جمال الدين أحمد، يعني أستاذ جمال أنت في أحد الجمعيات الخاصة بذوي الإعاقة، ويمكن في خبر أنا قريته في منتصف الشهر الماضي أن عدد من المنظمات والمؤسسات الخاصة بذوي الإعاقة خصصت دخل بيع عدد من المشغولات اليدوية اللي بيعملها ذوي الإعاقة لصندوق تحيا مصر. إزاي شايف الخطوة دي، يعني الواجب اللي بيقوم به ذوي الإعاقة والمؤسسات المعنية بهم باتجاه الدولة في هذا الوقت، والمردود المفروض أن الدولة تقدمه لذوي الإعاقة؟ هو أشكر حضرتك يا أستاذ أحمد الأول على هذا الطرح. وأول نقطة أحب أتكلم فيها، أنا عضو مجلس القومي للإعاقة لذوي الإعاقة، ممثل الغربية من أول ما المجلس أنشئ. كان في خطوات عملية في تدريب المعاقين ودورة تدريبية أجريت للمعاقين اللي هم اللجان الفرعية للمحافظات. وفي نفس الوقت حضرتك بعد كده بعد ما مسك الدكتور حسام المساح حاول ان هو يلغي كل اللي كانت الاستاذه الامين العام للمجلس القومي كانت قايمه بيه الاستاذه هاله الدكتوره هاله. وفي نفس الوقت يعني لدرجه يعني انا معلش انا يمكن ربما اتطرق لنقطه يمكن ما حدش اتطرق اليها قبل كده، ان جاب قوات امن مركزي عشان يمنع المعاقين من التظاهر ضده في المجلس القومي للاعاقه. يعني تصور ان بيت المعاقين نفسه يحاط بسياج امن من قوات الامن المركزي، يعني واخد بالك وهو عضو من الاعاقه، عضو معاق، يعني المفروض نعم. يعني كل اول واحد متكاتل مساند للقضيه مؤمن بيها، لكن انا اتصور انه ابعد الناس عن الايمان بهذه القضيه. طبعا حضرتك هتسمع وجهه نظره، طبعا له الرد اذا ما سكتت بتقول. انا ارى ان الدوله بتقوم بدورها الايام دي في تفعيل نسبه 5%. بعض الناس السابقين في الكلام السابق كانوا بيقولوا التفعيل 5% كان يعني درجه ضعيفه شويه، لا انا حاسس ان هو بدا من 2012 و13 ان يزيد عدد المعاقين المعينين في محافظه الغربيه. على سبيل المثال تم تعيين حمله الليسانس لغايه سنه 2008 2009، يعني برضه خطوه، يعني برضه ضمت حوالي اكثر من 8 سنوات، يعني فدي برضه خطوه لابد انها تذكر، لان برضه فضل الدوله لا ينكر. صحيح طيب. انا يعني فضل الدوله المفروض لا ينكر، المفروض ان الدوله تقوم بدور كبير، بس زي ما بنقول معا نستطيع. يعني فلابد ان هو نصبر كمعاقين. صحيح الوقفات الاحتجاجيه بتعبر عن اصوات نعم. المعاقين للمسؤولين، لكن في نفس الوقت برضه يعني عمليه المجلس القومي المفروض ان يعاد هيكلته من جديد او الايمان. وصلت وجهه نظرك. شكرا، وصلت وجهه نظرك. عذرا لضيق الوقت لابد ان انتقل الى ضيف اخر. اشكرك الاستاذ جمال الدين احمد رئيس جمعيه الاراده للفئات الخاصه، ومعانا الاستاذ رمضان منصور من الدقهليه. استاذ رمضان تحياتي ليك اولا. طيب لغاية لما نتواصل مع الأستاذ رمضان، يمكن الأستاذ جمال الدين قال لنا بادرة طيبة وإيجابية بتتعلق بأنه زاد عدد المعينين عنده في محافظة الغربية من ذوي الإعاقة في الفترة الماضية، فترة ضمت 8 سنين متأخرة في عام 2013-2014. شايف أن دور الدولة ابتدى يعني يخطو باتجاه الاهتمام بالمعاقين، وقال انه يجب ان نتكاتف جميعا تحت شعار معا نستطيع، مش الدوله فقط هي اللي بيلقى عليها العبء كله. طيب معانا دلوقتي الاستاذ ايمن سعيد من المجلس القومي للاعاقه بالمنوفيه. استاذ ايمن، وضع ذوي الاعاقه عندك في المنوفيه ممكن تلخصه لنا ازاي، واهم المشاكل اللي بيعانوا منها؟
السلام عليكم. السلام عليكم فندم. عليكم السلام. حضرتك احمد ولقاضي الاخبار. شكرا. وتمام اهم ملفات المهمشه او غير مهمشه او متلاشاه داخل جمهوريه مصر العربيه. دلوقتي يا فندم انا بعرف نفسي انا من ضمن احد معاقين المنوفيه اللي وقفنا مع معظم معاقين المحافظات، وكان معظم نتيجه وقفتنا ديت للدكتور الجمزوري امر باصدر قرار بانشاء مجلس القوى شؤون الاعاقه، وكنا سعداء جدا بهذا القرار اللي يمثل لنا حلم كبير اللي هي معاقين المنوفيه، يكون لنا كيان حكومي معني بقضيه الاعاقه على مستوى مصر يكون معني بجميع قضايانا. يقف بينا يا فندم ان بعد الدكتور الجنزوري ما مشي وجود حكومات متتاليه وتم تهميش متعمد من الحكومات المتتاليه ديت لزوغ المجلس القومي، فبالتالي اصبح ضعف القضيه. هنا الوضع الحالي بعد تغيير مجلس الاداره القديم برئاسه الدكتوره هاله وجد الدكتور حسام، وتم تهميش اكثر لينا كاعضاء لجان المحافظات وعدم تمكين لينا للقيام بدورنا. قام الدكتور حسام واعلن ان هو هيتم تغيير اعضاء اللجان او تقييمهم لمده معينه، وتم وتعرض عن القرار دوت في حين ان حتى الان جميع لجان المحافظات في المجلس لم يتم تمكينها من اي شيء، ولا مقررات ولا لوائح ماليه ولا اداريه ولا ذلك. شكرا ليك يا استاذ ايمن. تمام، وصلت وجهه نظرك، بشكرك على المشاركه. عذرا لقطع لحديثك لكن انتهى وقت الحلقه، وكان نفسنا يكون معانا الدكتور حسام المساح الامين العام المجلس القومي لشؤون المعاقين علشان يرد على كل المشاكل الخاصه بالمعاقين واللي اثيرت من خلال اتصالاتنا مع عدد من المعنيين بشؤون ذوي الاعاقه، لكن حاولنا ان احنا نتصل بيه لكن ما قدرناش نتوصل له، تليفونه مغلق، ويمكن في حلقات اخرى او تغطيات اخرى يكون لينا لقاء معاه علشان نشرح القضيه من وجهه نظره باعتباره المسؤول عن هذا الملف. طيب انتهت حلقه اليوم من همزه وصل، وبكره حلقه جديده ومشكله جديده بنفتحها، بنفتح مشكله كثافه الفصول بالمدارس مع الاستعداد للعام الدراسي الجديد. ازاي شايفين هذه المشكله؟ حلولكم ومقترحاتكم ممكن تبعتوها لنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر همزه وصل اي جي. بانتظاركم في المتابعه والى اللقاء.